قلنا هذا عندما يكون كوت سيركوي وتنحرق الفيوز تاع 220 تاع 10 امبير ولا تاع 15 امبير ولا تروح لداخل الارموار وين كاين هادوما لي فيوز الفيوزات هادو وين كاين داخل الارموار كاين تاع 10 امبير كاين تاع 15 تاع 20 حتى تاع 32 امبير وتحوس على منطقه لا سورتي اذا نتايا عندك الاكسبيريونس تعرف وراه لونطري وسورتي ما كانش تحوس في لونطري باسكو في لونطري كي تحوس على 220 في لونطري تسيبها موجوده لكن المشكل هناك فهذاك وين كاين الدخول 220 موجوده وين تسيبها عندما في بيت ما او شقه ما سلطة فيها الفيوز تروح تشوف فلاسورتي ضروري تشوف فلاسورتي فلاسورتي دي ما يعطيكش ما يشعلش التيستير ما يشعلش فلاسورتي فلا لونطري كامل يعطيو لك النتيجه تبدا تتبدل الا ما عندكش طابلو يعني مكتوب الشقة الفلانية رقم كذا وكذا وكذا انت تحوس دير بحث وتحوس تحوس في لاسورتي باسكو الا حوست في لونطري 220 موجودة ماشي حتى تحرك لونطري دائما موجودة انا نتكلم على القطبين تاع الفيوز اللي هما يوضعوه على الموجب تاع الكهرباء ما يديروش على السلب يديروه على الموجب الكهرباء تروح الى المخرج يحب يقول من تحت الدخول من الآلة في داخل الارموار المخرج من الاسفل وتبدا تحوس لابان تاعك حتى تصيبها كي تصيب لابان تاعك لازم تروح للشقه تشوف واش من الحاجه اللي برونشيتها تنحيها من لابليز مثلا حديث تاع الحوايج او كويزينيير او فريجيدر يفو لا ديبرونشي من القابض الحائط باش تروح تصلح الفيوز تاعك الا عندك فيوز دوريجين بلاصيه الا ما عندكش احكم زوج شعيرات هادوك ولا ثلاثة زوج شعيرات نعطيك ليكيفالون تاع واحد 8 امبير 7-8 امبير زوج شعيرات تاع السلك شوية ماشي رقيق كيما شاع شوية ابي بري شوية فوق شعر وتواسيهم باش يديرو لك ليكيفالون تاع 7-8 امبير لكن الشيء الذي لفت انتباهي باش اخترعت هاد لو بتيت اوبجي هذا هو ان هاد العمل في المناطق الضيقه انت باش تروح تيستي افيك ان تيستير نورمال اوردينر تجينا باش تبدا تبحث على لي سورتي هذوك اللي تكلمت لك عليهم اخترعت هذا بسيط جدا مسمار مقطع ومسودي باحكام الشيء اللي باش تسودي هنا وهنا بلاستيك كاين ناستيوس لازم تشمخ البابي مشوار وتدوره هنا على المنطقه هذه بين الحديد والبلاستيك دوروا مليح مكمخ باش تسوديه هنا في المنطقة هذا مسودي بالولاعة ماشي بالفراسودي بالولاعة مسودي بأحكام تقول لي هل هو هش نقول لك لا هذا جعل الفيه كاع سمر به دير به بوينتو دير به واش حبيت خلاص هذا افي مزيتش كاع يقولها مسودي جيدا اشوف قربي لهم باش يشوفوا كيفاش مسودي لكن إلي براتيك براتيك بزاف اولا في ربح الوقت في البحث عن الاعطاب داخل الارموار الكتريك ثانيا بلوز اون سيكوريتي ان يدك راك بعتها انت يا كيما درناش لاستيوس هذا انت كنت تقيس في هذوك لي فيوزات تقيس باش تدخل هذا لان المناطق ضيقه ومن الاسفل لكن شوف اختراع بسيط لا تاسف جدا هذا بارطاجيتو في واحد المجموعه مكتوب تبادل خبرات الكهرباء بارطاجيتو صاحب المجموعة رفوزة عن بالو مهبول ولا انا فارغ شغل ولا ما فهمش شنو هادي رفوزة قلت انا بالك معليش هادي ما فهمهاش بعتلو باطادوا مريضة تبحث على باطادوا رفوزة بعتلو مريض محتاج ناس يعاونه رفوزة الله يهدي مخلق مزيه اللي ما راكش شايد علينا السماء يعود يطيح علينا حبيبي الحمد لله هو شايد رب العالمين مزيه اللي ماكش شايد علينا السماء يعود يطيح علينا تنحي يدك انت يطيح علينا السماء هذا رساله راني قلتها لك على المباشر اكتفي هنا اذا اعجبكم هذا الفيديو وهذا لاستيوس هذا
يفهموا خاصة لي زيليكتريسيان اللي راهم يعانيو يوميا يخدموا في الحرفة تاع الكهرباء العمارات يوميا يعانيو في الارموار البحث عن العطاء. شوف فكرة بسيطة ورائعة جدا، إذا أعجبتك الفكرة لا تبخل علينا بالضغط على إعجاب واشترك في قناتنا. نتلاقى في ساعة الخير. يا البلاور تاع العسل تاع السدرة هذيك تاع الجبال هذيك، الله يبارك، ما شاء الله عليكم، صحيتوا في أمان الله.